والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والثوري بأيد أي بقوة. في هذه الآية معنى ظاهر وإشارة واضحة أن الكون المعبر عنه في الآية الكريمة بالسماء ينمو ويتسع منذ بنائه وحتى يومنا هذا وإلى ما شاء الله. يشير علماء التفسير إلى أن لفظ موسعون اسم فاعل بصيغة الجمع لفعل أوسع، وهو يفيد الاستمرار أي استمرار التوسع، والمعنى أن الكون في حالة توسع مستمر في الماضي والحاضر والمستقبل. فما هي حقيقة هذا التوسع الكوني المشار إليه في القرآن الكريم قبل 15 قرنا؟ إن الأرض التي نعيش عليها جزء من مجموعة الكواكب تدور حول الشمس وتسمى بالمجموعة الشمسية Solar System، والمجموعة الشمسية بدورها تؤلف مع غيرها من المجموعات والأبراج نظاما أكبر وتسمى بمجرة درب التبانة The Milky Way، وهي تبدو واضحة في الصورة أمامنا. فالكون الرحب يبدو كفضاء خاو يحوي الملايين الملايين من هذه الأنظمة المسمات بالمجرات Galaxies كما يبدو في الصورة أيضا، وهي عوالم كاملة يفصل بعضها عن بعض مسافات شاسعة كجزر في فضاء كوني عظيم الأبعاد. في مطلع القرن العشرين اكتشف الفلكيون أن المجرات في الكون تبدو وكأنها تبتعد عن مجرتنا درب التبانة ذا ميلكي واي بسرعات عالية، وقد استخدموا في اكتشافاتهم تلك تقنية تعرف بتحليل الطيف الضوئي التي ترسخت قواعدها في أواخر القرن 19. في العام 1915 أطلق الفيزيائي الأمريكي الشهير ألبرت أينشتاين نظريته المعروفة بالنظرية النسبية العامة، وقال فيها بتمدد الكون، ولكن الفكرة كانت غريبة حين ذاك حتى إن أينشتاين نفسه تراجع عنها بعد حين. وفي العام 1929 اكتشف الفلكي الأمريكي إدوين هابل في مرصده أن الكون يتمدد فعلا. وفي العام 1931 التقى أينشتاين وهابل في كاليفورنيا واحتفلا بتطابق كل من نظرية أينشتاين ومشاهدات هابل. وخلاصة القول إن العلم الحديث يؤمن بأن هذا الكون يزداد اتساعا في كل لحظة وبشكل متواصل. أفلا نستطيع الآن أن نرى الإعجاز في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وصدق الله عز وجل إذ يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.